الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على حضراتكم، صباح يوم جديد ونهار جديد وفريق عمل جديد مع حضراتكم دايما في نهار جديد بيكون معاكم على مدار ساعتين، بيكون معاكم كمان مجموعة من الفقرات الجديدة ومجموعة إخبارية في أبرز الصحف المصرية. صباح الخير وصباح الهنا والسرور، وكمان على زميلتي الجميلة إسراء. صباح الخير عليك. صباح الفل يا دينا، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. نهاركم جديد سعيد مليء بالبهجة والسرور والسعادة والصحة يا رب. النهاردة فكرنا كده نتكلم في موضوع إيجابي، موضوع كلنا نفسنا فعلا إن احنا نقدر نعمله، وهو كل مواطن ليه دور كبير في الموضوع ده، هو فكرة ترشيد استهلاك المية. احنا مرارا وتكرارا بنتكلم مع المزارع المصري على فكرة بقى الري بالتنقيط، وان احنا نبعد عن الري بالغمر، ان انت تروي الصبح بدري قوي عشان المية في عز الظهر وخصوصا مع درجات الحرارة بتتبخر، فالكلام ده احنا عارفينه كويس جدا. لكن احنا بنتكلم على فكرة ترشيد المياه مع المواطن العادي من غسيل الاسنان والحلاقة وغيره. في دراسات كتير قوي اتعملت بتقولك ان انت حتى لما تيجي تحلق دانك او تغسل سنانك وتسيب الحنفية مفتوحة في الدقيقة او الدقيقتين دول بتهدر كتير جدا جدا من المياه، لكن يكفي ان انت يكون معاك كوباية مية تتعامل بيها اثناء اي عملية بتقوم بيها اثناء استخدام المية. وده ياريت يكون سلوك كمان نعلمه للاطفال. مش بس كده، في اختراع حلو جدا جدا انا شخصيا اعجبت بيه، الشركة القابضة للمياه عملته وموجود في كل مكان في شركات المياه. هي عاملين جهاز كده بسيط، فلتر بيتركب في الحمام في الحنفية، حنفية الحمام أكتر، عشان حنفية المطبخ بيقولك ليها طبعا عشان يبقى فيه ضغط معين. فأنتوا ممكن تقدروا تتواصلوا كمان على رقم شركة القابضة للمياه 125، ويبلغك كمان انقطاع المياه في أماكن إيه. كمان الجهاز ده ممكن يكون له صيانة مش عارف إيه، تغيره وتبدله. كل المعلومات وكل الحاجات اللي ممكن تقدروا تعرفوها عن الجهاز ده، على فكرة ده صناعة مصرية، فإن أنت تعمل ده. وكانوا بيجربوه كمان على الهواء في احدى البرامج، اعجبت بيه جدا لانه فعلا كميه الميه اللي تم توفيرها اثناء استخدام هذا الجهاز اللي في الحنفيه اللي بيتركب بمنتهى البساطه كان فرق رهيب. وسعره كمان بسيط جدا يا دينا، في حدود 30-40 جنيه، فاعتقد ان دي حاجه حلوه ان احنا لما نروح شركه الميه نطلبه، والاحلى كمان ان هو صناعه مصريه. هايل وجميل جدا، وخصوصا ان الميه يا جماعه هي سر الحياه. انتوا متخيلين لما النهارده كم الكبير اللي بنهدره من الميه في حياتنا؟ الميه داخله في كل تفاصيل حياتنا، مأكل ومشرب واغتسال ووضوء ونظافه شخصيه، كل اي حاجه هتلاقيها ما فيش غنى ابدا عن الميه. في ظل جهود الدوله النهارده عشان توفر الميه وترشد الميه، محطات معالجه الميه وتحويل ميه البحر للميه، فكل دي يعني النهارده مليارات بتصرف ومجهود كبير جدا من الدولة والقيادة السياسية الحكيمة عشان توفر لنا المية. وإحنا النهاردة بشكل بسيط جدا ممكن نستسهل ونرمي مية بالشكل ده. يمكن عايزة أقول وإحنا إسراء بتتكلمني عن الموضوع جه في بالي موقف يعني مش طبيعي، حاجات اللي الواحد بيقابلها في طريقه كده. كنت بقف بشتري حاجة من كشك زي أي مواطن طبيعي، وإذ بالست اللي واقفة في الكشك بتكلم عم محمد اللي هو في المحل اللي جنبها، قلت له أنت ما جبتليش ليه الخرطوم النهاردة عشان أرشه قدامي. وكأنه أنا عايزة أقولك صعقت، يعني كل يوم بتعمل العالة دي والنهاردة كده، يعني هي متضايقة ومتعفرطة وزعلانة إن هي مرشتش قدام المحل. قد إيه عدم الإحساس واللا مبالاة بكم المية اللي بيهدر على الأرض، والناس اللي بترش كل يوم قدام محلاتها، واللي بيرشوا قدام العماير، واللي بيغسلوا العربيات النهاردة، كم الجراد المية اللي بيهدر. مش عارفين بقيمة المية. ربنا سبحانه وتعالى نزل عنها آية في القرآن الكريم بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني المية دي مفيش حاجة النهاردة بتحيا من غيرها. زرعة هتلاقي النهاردة حتى عشان تعمل وتعمر وتبني العمران ده لازم محتاج مية، مش بس خامات وطوب ورمل وأسمنت، إنما كمان مية. الإنسان عشان يحيا، الحيوان عشان يحيا، كل شيء محتاج مية. إذا إحنا محتاجين نوفر كم كبير جدا من المية في حياتنا، ولازم نعرف بقيمة النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بيها. ويمكن في غيرنا اتحرم منها، في غيرنا محتاج شربة مية تحييه هو وأسرته كلها، في ناس ما بيوصلهاش المية، وبالتالي ما ينفعش إن إحنا نقلف النعمة اللي عندنا ونحسش بيها زي كده أهل قريش أو آل قريش.
لما ألفوا رحلة الشتاء والصيف. كلنا عارفين أكيد هذه الصورة العظيمة في القرآن الكريم لإلاف قريش إلافهم. قد إيه ربنا سبحانه وتعالى لما هم حسوا بأنه عادي إيه يعني تجارتهم وكل يوم عندهم أموال كبيرة جدا يعني بتنزل عليهم مدرارا بسبب الرحلة دي، مش حاسين بيها وأنه عادي، ربنا حرمه منها في وقتها في لحظتها اتشالت منها هذه النعمة. هل إحنا ممكن نتخيل لحظة ربنا ممكن يحرمنا من نقطة مية؟ إزاي ممكن تكون حياتنا من غير المية؟ إذن لازم وقفة حاسمة مع نفسنا، وعلى طول لازم تبقى إرادة مننا كلنا وكل أفراد الأسرة إن إحنا نحاول إن إحنا نرشد استهلاكنا في المية. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كان بيقول لك يعني وضوءه كله بكوب ماء أو بصاع ماء، أنتوا متخيلين؟ يقول لك حتى لو عندك أنهار جارية، يعني لو عندك انهار وبحار مش معنى كده ان انا استهلك ميه كتير، كل ده مش بيبررلي ان انا استخدم ميه كتير. اذا كلنا محتاجين النهارده نقتدي بديننا، نقتدي برسولنا، نعرف ان احنا النعمه اللي احنا فيها، ونبص للناس اللي محرومه من الميه النهارده، ونحاول نرشد بقى استهلاكنا، وناخد وقفه مع نفسنا، ونبتدي نشوف ايه ممكن يكون الميه الكتير اللي بنستخدمها في حياتنا. حتى حضرتك في تطبخي في المطبخ، اي حد في الاغتسال، في الوضوء، في النظافه الشخصيه، في ولادنا، كل ده ربنا هيكرمكم بيه وثواب وحسنات، وكمان هيخلينا ابدا عمرنا ما نتحرم من الميه. يا رب اكيد ربنا ما يحرمنا ابدا من الميه، وبارك لنا في نهر النيل شريان الحياه، فلازم نحافظ عليه ونحافظ كمان على نظافته. واتمنى كمان ان وزاره التربيه والتعليم تعمل محاكاه طبيعيه لتلوث المياه وترشيد المياه. انا عارفه ان في بعض الدروس في اللغه العربيه عن ترشيد المياه في مختلف الصفوف، ولكن انا نفسي يتفعل الموضوع ده بشكل عملي عشان الاطفال تحس، لان هو ده الجيل اللي طالع اللي مفروض يحافظ على كل نقطه ميه. يلا بينا نبتدي يومنا، يوم جديد في نهاركم نهار جديد.